الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مستمعي الكرام، نعيش في ظلال آية كريمة من سورة النحل، آية 66 من سورة النحل. إعجاز ما بعده إعجاز، عشان تعلم كم نحن المسلمين مقصرون في كتاب ربنا الكريم. والله حاجة تهز الإنسان من الداخل. الناس بتقول القرآن هو المعجزة الخالدة، يقولونها لفظا ولا يحسونها معنى ولا يستشعرونها قيمة. تعال شوف الإعجاز اللي سابق علم الطب البيطري بسنين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. المستشرقين قال لك الآية غلط، الأنعام جمع، المفروض نسقيكم مما في بطونها. لا، ده إعجاز علمي ليس له مثيل. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. صدق الله العظيم. تعال يا أخي الكريم، بقلب خاشع ولسان ذاكر، عشان تعرف أن هذا الكلام لا يقوله إلا خالق، مستحيل. وإن لكم في الأنعام لعبرة. ما هي الأنعام؟ لا، مش كل البهائم. وإن لكم في الأنعام لعبرة، مش كل البهائم. مش كل الطيور؟ لا، الطيور ليست من الأنعام. الأنعام في العلم وفي اللغة هي المشترات، حيوانات مشترة، الجمل حيوان مشترى، الزرافة حيوان مشترى، البقرة حيوان مشترى، الأغنام حيوانات مشترى، الماعز حيوانات مشترى. الشوكاني حصرها في ثلاثة أنواع: الأبقاء، الجمال، والأبقار، والضأن. والضأن يشمل الأغنام والماعز. إذن الأنعام المقصود بها مش زي كل الناس فاكرة، كل الدواب. لا، ها، إيه المقصود بالأنعام بقى؟ المشترات. الأنعام فقط المشترات. ليه؟ أصل في إعجاز علمي خطير. أنت ما في، أنت من الريف ولا منين؟ إيه؟ مين؟ مدينة. أي مدينة؟ عمرك رحت قرية؟ عمرك ما شفت جمل؟ الجمل ياخد، حاضر بشرح، ياخد البلعة الغذائية وبعدين تمشي من الفم بعد المضغ للبلعوم للمريء للمعدة للكرش، بعدين بعد ساعتين ثلاثة خمس ست ساعات يروح مرجعها تاني. اشتراها، الاشتراء هو الإعادة. عشان ودي حكمة، أصل المشترات ما عندهاش أداة، ما عندهاش سلاح تدافع بيه. فعندك الجمل مثلا أو الأبقار في وسط وحوش، البقر وحشي في وسط أسود، يعمل إيه؟ ولا طعام، يقوم ياخدوا على عجل يمضغوا ويروح بقى في حتة أمان ويشتروا تاني. ويشتروا إيه؟ تاني. مفهومة؟ الاشتراء هو الترجيع. الاشتراء هو الإيه؟ الترجيع. ودي الله لطيف بعباده، هو خايف، فخد الأكل على عجل على عجل على عجل، مضغ مضغ أولي و
ونزل في البلعوم والمريء والمعده كويس. بس ما ينفعش بقى، ما ينفعش كده، عاوز يتبضغ تاني يقوم يرجعه تاني، يطلع من الكرش عبر المريء وبعدين البلعوم وبعدين الفم يمضغ ايه تاني. عرفنا عن المشتقات؟ الحيوانات التي تشتر الطعام، يعني تاكله على عجل وبعدين ترجعه تاني الفم وتمضغه مضغ تمام يعني. وقلنا ايه المشترات؟ اما الابل والابقار والضأن اللي هو الاغنام والمعز. غير كده لا، مش كل الدواب، مش كل الحيوانات، وبالتالي الطيور لا يمكن تكون من المشترات. المهم، وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم في قراتيل، نسقيكم بالفتح وبالضم، نسقيكم دي قراءة قريش، نسقيكم بالفتح قراءة قريش، نسقيكم دي قراءة حمير، والثانية أصح، حمير أصح من قريش بالضم. نسقيكم معظم المصاحف شوفها ما فيش فيها فتح، كلها إيه؟ ضم. وإن كانت هناك قراءة لقريش كما قلت بالفتح. نسقيكم مما في بطونه، الله، بطون، البطون دي ايه؟ شوف الاعجاز، والله ما حد يقدر يقول كلمة غراب، ما في حد يقدر يقولها. بس لمن يعتبر، ركز معايا، بطون يعني ايه؟ بطون يعني جمع بطن، يعني جمع ايه؟ جمع بطن ايه؟ مش بطون. نسقيكم مما في بطونه، الله، هو الحيوان له غير بطن واحدة؟ لا، له أربع بطون، فكانت لازم تيجي في الجمع. بقول لك لا يأكلها إلا خالق. نسقيكم مما في بطونه جمع. الزرافة لها أربع بطون، والجمل له أربع بطون، والأغنام والماعز كل المشترات. طبعا البطون دي لم تكشف إلا في عام 1910 على يد عالم الطب البيطري بروس إل لارسون، لقى إن كل حيوان مكتر له أربع بطون، الشبكية بطن، والكرش بطن، والورقية بطن، والأنفحة بطن، أربع بطون. وزيك شوف القرآن، نسقيكم مما في إيه؟ بطن. ما لكش مما في بطنه، مما في بطونه. طيب، ناس اعترضوا، عرفنا ليه جت بالجمع، لأن علم الطب البيطري بيقول لك كل المكترات عندها كم بطن؟ أربعة. محدش ينسى دول، الزرافة لها أربع بطون فعلا، والجمل أربع بطون، الشبكية والكرش والورقية والأنفحة. ما هي البط؟ بط الشيء هي جوف، بط الشيء إيه؟ جوف. فلا أربع أجواف أو أربع ردهات، أو إن شئت معدة مركبة من أربعة اللي قلنا عليهم، الشبكية والكرش والورقية والأنفحة. طيب، نسقيكم مما في بطونه، المفروض دي جمع، الأنعام جمع، المفروض الآية تقول إيه؟ ها؟ نسقيكم مما في إيه؟ بطونها، مش كده ولا إيه؟ مش الأنعام جمع؟ أصل الكلام ده ربنا اللي بيتكلم، مش أي حد. لو أنا وأنت اللي بنكتب هنقول من بطونها. تعال شوف اللغويين قالوا ايه في الحته دي. هناخد راي سيبويه، جهه من اللغه العربيه، سيبويه والزجاج والكسائي. سيبويه قال لك في لغه العرب ما يقل الجمع يقل المفرد، يعني تقدر تقول بطونها وتقدر تقول بطونيه، ما يقل الجمع يقل الايه؟ للمفرد. وبعدين الزجاج يقول لك ايه؟ الجمع يذكر ويؤنث، تقول يعني هي الانعام
أو هو الأنعام صح. الجمع في لغة العرب يذكر ويؤنث. وبعدين الكسائي قال لك إيه بقى؟ مما في بطونه، أي الضمير عائد على المذكور، على ما تقدم، على الأنعام. واستدل بذلك على قوله تعالى سيدنا إبراهيم وبيرصد السماء، فلما رأى الشمس بازغة قال إيه؟ ها؟ هذا ربي. هل قال هذه ربي؟ ها؟ مع أن الشمس يقال لها هذه، والقمر يقال له إيه؟ ها؟ هذا. وطبعا كون الشمس أنثناها والقمر ذكرناه، ليس هذا فضل الشمس على القمر بالتذكير ولا انتقاص من شأن القمر بالتأنيث. لو كانت النساء كلهن مثل هذه، لو كانت النساء كلهن مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فلا التذكير فلا التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. ايوه لا لا كده عادل، ها شجع ها حقوق المرأة. ايوه يعني دي خلت في سيدة نفيسة سيدة بيت النبوة، نفيسة العلوم، الإمام الشافعي قالها لو كانت النساء كلهن مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. فلما رأى الشمس بازغة قال إيه؟ هذا ما قالش هذه ربي، قال هذا ربي. يعني هذا ربي؟ الشيء اللي أنا شايفه طالع ده هو ربي، هذا الشيء الطالع هو ربي. وبعدين دي الآية 78 سورة الأنعام، تعالى الآية 35 سورة النمل، بلقيس بنت الهداد ابن شرحبيل، امرأة ذات منصب وجمال، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة مرجع المرسلين. شوف القرآن بقى الآية اللي بعدها، فلما جاء سليمان جاء به الهدية. طب الهدية مؤنث؟ الهدية مؤنث؟ ليه ربنا ما قالش جاءت؟ دي نقص اللغة، ليه ربنا ما قالش جاءت؟ هي الهدية عمرها مذكرة ولا مؤنثة؟ ها؟ مؤنثة. ولكن ربنا لك فلما جاء، جاء أي شيء ثبت ذكره بغض النظر هو مذكر أو مؤنث، أي شيء متقدم إيه؟ ذكره اللي هي الهدية. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. تفضل يا دكتور. صح صح والله مكتوبه في الشوكان يا دكتور فتاح. صح هي تيجي كده وكده، ما هو سيبويه قال لك الجمع يذكر ويؤنث، تيجي كده وكده ومكتوبه في الشوكان الايه دي يا دكتور فتاح اللي حضرتك تفضلت بيها، موجوده في الشوكان سوره المؤمنون برضو. في المؤمنون ما دي حسب كلام سيبويه. صح هي دي، قال لك الجمع يذكر ويؤنث، فهي جت في سورة النحل حاضر، جت بالتذكير، وجت زي ما حضرتك تفضلت في المؤمنون بالتأنيث. وشبه قال لك الجمع يذكر ويؤنث. يوسف قال نسوة. صح المفروض قالت. صح جزاكم الله خير. وإن لك أنا استوقفتني والله في بطوني جمع بطون دي، مين كان يعرف الحلم المكتر اللي هو أربع بطون، الشبكية والكرش والورقية والأنفحة، الجمال، الزراف، الأغنام، الماعز، الأبقار كلها كده. تعال بقى، الله الله على الصبح كده كوب حليب سائع، الله من امريكانا ولا من مراعي؟ لا المراعي. ايه ايه الله عليك، ولا في البلد كوب حليب جاي من بز الجاموسه من بز امه زي ما بيقولوا، ها
وساقع وانت على جوع وتشربه، الله كأنك ملكت الدنيا بما فيها. لو تعرف جزء اللبن ده جاي منين، بهذه بهذا الصفاء والنقاء والحلاوة، جاي من أوسخ حتة في البهيمة، أوسخ حتتين، الفرث اللي في الكرش والدم، جاي من أوسخ حتتين، من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. ما هو الفرث؟ بقايا الطعام اللي بدناه في الكرش في المعدة المشترى، وإذا خرج من باب الفرث بيبقى روث البهائم، طول ما هو جوه بيبقى اسمه فرث، لما يخرج الحيوان يبقى اسمه ايه؟ روث. الروث ده، روث ده اللبن جاي من، سبحانك يا رب، والله شيء قدرة لا يتخيل عقل بشر، من بين فرث ودم. تعالى في الإعجاز، من بين ده ظرف مكان، حتى لغوية، من بين ظرف مكان، يعني يقول لك مثلا وادي بين النهرين، ظرف مكان. وتيجي للتبعيض، يعني من بعض ما هو فرث من بعض ما هو دم. القرطبي ذكر سيدنا ابن عباس قال حديث، انا مش عارف الراجل ده كان ايه، الا ان يكون رسول، دعاله ان يكون ترجمان القران. يقول سيدنا ابن عباس عند الدابه، يقصد بالدابه بقى بلغه العلم المكسر ده، لما تبطغ الطعام وتذهب الى الكرش ويتم طبخه بلغه العلم، يعني بجيش الهضم، يعني ايه اللي يحصل؟ تكون مناطق ثلاثه، عليا وسفلى ووسطى. في العليا الفرس، متاسف، في السفلى الفرس، في العليا الدم، وفي الوسطى اللبن. ايه ده؟ ويطلع اللبن خالص، لا في رائحه الفرث ولا في لون الدم. طب ازاي ده؟ ايه ده؟ انتوا سامعين معايا ولا مش معايا؟ ها؟ نعبات اللي قال في القرطبي، انا بستعجل. لا ده عرف ما هو ابعد، هو الرسول داعي له بالبركه. قال لك ثلاث مناطق في الكرش، بيبقى الفرث لتحت والدم لفوق والمنطقه الوسطى فيها اللبن، وفي حاجز رباني يطلع اللبن خالصا سائغا للشاربين، ليس فيه رائحه الفرث ولا فيه لون الدم. ده هو وجه الاعجاز الحقيقي في الايه، هو ده وجه الاعجاز الحقيقي في الايه. صح، صرف النظر عن بطونيه وبطونيه، وبرضه بقى برضه بطونيه والله. وجه الاعجاز صح، ده لسه كمان في اعجاز كمان يا دكتور. تعالى بقى شوف ايه اللي بيتم. ثلاث اجهزه يحصل لها كوردينيشن، تعاذر وتنسيق مع بعض في الحيوان المكتر، الجهاز الهضمي والجهاز الدوري والجهاز التناسلي المتمثل في الغدد اللبنية الموجودة في ضرع البهيمة، وبعدين بيمر بأربع عمليات، مضغ وبعدين هضم وبعدين استخلاص وبعدين تصنيع. الحيوان بياكل العلف فبيمضغ الكذب والذرة بياكل، وبعدين زي ما بيقول ما بيمضغش غب جيد، هضم اول كده ينزل من الفم عبر البلعوم والمريء ويروح الكرش، بعد شويه يرجعه تاني، يرجع البلع عليه الغذائيه تاني عشان يعد عليه هضمه، ويخلطه باللعاب بالصليفه بتاعه انزيم الاميليز، وبعدين يرجعه تاني. عندئذ بتتم عمليه الهضم في الكرش، الهضم بيحول العلف الى فرث بعد ما بيكسر المواد الغذائيه المعقده التركيب، المواد بسيطه، فمثلا البروتينات بيكسرها الاحماض الامينيه وبيبتدات، المواد الدهنيه الى دهون، والمواد السكريه الى سكريات بسيطه. يبقى عندك المضغ الاول وبعدين الهضم، العمليه الثالثه الاستخلاص.
الاستخلاص من حاجتين، من الفرث ومن الدم. مين اللي بيقوم عمليه الاستخلاص؟ مكونات اللبن من الفرث اللي اوسخ حته في البهيمه، اللي هتبقى ما تخرج من البهيمه هتبقى روث. في خملات موجوده في الغشاء المخاط مغطي الأعلى الدقيقه للحيوان، في البقره مساحتها كبيره جدا 17 متر مربع عشان تزيد من مساحه السطح، عامله زي كده. شفت القطيفه؟ شفت القطيفه بتمشي على ايدك؟ هي بالظبط زي القطيفه، خملات بالله بتاخد مكونات الدم. طب الفرس فيه بلاوي، مين اللي قال لها تاخد المكون ده وما تاخدش المكون الاخر؟ بتاخد 7 مكونات بالظبط وتسيب الباقي. بتاخد الميه، بتاخد البروتينات، وتاخد الدهون، وتاخد الانتي بودز الاجسام المضاده، وتاخد الفيتامينات، وتاخد اللاكتوز سكر اللبن، وتاخد املاح اللبن صوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم، وما تاخدش غير كده. طب ازاي؟ مين اللي قال لها؟ ها؟ لا ده كلها اعجازات، كلها والله يعني لما اتمعن فيها بقيت وانا اقرا في الكتب التفاسير وفي الاعجاز العلمي ده ايقنت ان كثير من المسلمين لا يعرفون قراء ربهم، والله ما يعرفون. هم بيسمعوا ان دي المعجزه الخالده والمعجزه الباقيه، ومعجزات الرسل السابقين كلها موقوته، ها؟ والقرآن هو معجزة المعجزات، سماع يسمعون بأذانهم ولكن لا يستشعرون بوجدانتهم وعقولهم. 6 مكونات بتوع اللبن ياخدهم. أول مكون المية، معظم مكونات اللبن المية حوالي تصل 90%، وكل المركبات التانية في المية، إما ذايبة فيه أو معلقة فيه، وممكن نفصل المية بالتكفيف. تاني حاجة الدهون، اللبن اصلا له قاتل، معلومه جديده دي، اللبن اصلا له قاتل في بدايه تكوينه، اللي فيه بروتينات وملح كالسيوم، ودي له قاتل، قاتل قاتل يعني. الله، امال مين اللي بيديله صفاء الحليب ده؟ قال لك كريات الدهنيه، الكريات الدهنيه البيضاء جدا هي اللي بتديله الايه، ودي نظر لكثافتها قليله بتطفى على السطح. تيجي الفلاح من دول تقشطها وتعمل القشطه، وتروح للفراز عندنا في البلد الفرازه تفرز ويعملوا ليه السمن، بس مش اي سمن، السمن البلد اللي على كيف كيفك، اوعى اوعى الهولندي ده، ها سيبك منه، السمن البلدي. كان زمان كان صح يا دكتور، ايوه والله جيل وجيلك، ايوه والله الله يرحم زمان وايام زمان. ايام ايه؟ ايام ما كان جوز الحمام 3 فرد، كانت ايام مباركه. لا والكفته كان في البلد بيبيعوها بايه؟ بالمتر. ايام مبروك، ايام مبروك. تعالى بقى لايه؟ للبروتينات. الدم جايب الاحماض الامينيه. يوم يروح للمصنع. ضرع الحيوان مصنع. بكل ما تعني كلمة مصنع من معنى، بل مدينة صناعية. قول 6 أكتوبر، قول 10 من رمضان، في آلاف الفصوص، وكل فص في ملايين الفصي فيصات تصغير فص، وكل فصيص في ملايين الأسناخ اللبنية الفيولاي سيستم. إيه ده؟ مصنع بكل ما. وبعدين الدم جايب البروتينات، جايب الاحماض الامينيه. يقوم تروح فين؟ عارفه مكانها؟ تروح للمصنع، الوحده بتاعت المصنع اللي هتكون البروتينات، الريبوسومات دي المسؤوله عن تخليق البروتينات. بعدين تكونها وتضمها مع بعض وتعمل البروتينات. لان اللبن ميه ودهون، والدهون ديت مليانه باحماض مهمه جدا، احماض طياره زي حمض البيوتريك، واحماض غير قابله للانحلال في الماء لانها مغذيه جدا زي حمض الايساتريك. وبعدين بعد كده تلاقي الفيتامينات، كل الفيتامينات اللي انت سمعت عنها او لم تسمع، حتى فيتامين كي موجوده في اللبن. الام اللي دايما تغلي اللبن لابنها الصغير ما بيستفيدش منه حاجه،
لأن الغلي بيت الفيتامينات. والأم اللي بترضع ابنها لبن مجفف ما بيستفيدش حاجة، لأن تكلفة الفيتامينات، مع الفيتامينات لها دور كبير جدا بالنسبة للطفل. أهم حاجة الجهاز الهيكلي تمنعه من الكساح وليل العظام. تاني حاجة الكبار مرض البلاجرا والإسكربوت، لو نزلت فيتامينات معينة ممكن الكبير نفسه يصب البلاجرا أو الإسكربوت، فكل الفيتامينات موجودة. وفي بقى أملاح اللبن اللي هي الجماعة البيطريين بيسموها رماد اللبن، هي مش رماد، هي أملاح، الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وبعدين البروتينات فيها مادتين مهمين جدا، الكازين والألبيومين. الكازين الفلاحين بيعملوا منه الجبن، الكازين، والألبيومين اللي هو زلال اللبن. الخلاصة أوجز الإبهار العلمي أو الإعجاز العلمي الموجود في هذه الآية الكريمة في نقاط عديدة. برضو هناخد يا دكتور عبد الفتاح كلمة بطونية برضو، لأن ما كانش حد يعرف إن هي بطون، يعني قبل زي ما قلت، يعني قبل بروس لارسون ما كانش حد يعرف إن هي بطن واحد، ما كانش حد يعرف أربعة. هو شرح الحيوان كل المكترات ولقى أربعة فعلا. كلمة بطونية. تاني حاجة الاستخلاص من بين فرط ودم، سواء زي ما قال سيدنا ابن عباس ان الفرس تحت والدم فوق واللبن في الوسط وفي برزخ إلهي يحول دون مزج الثلاثة ببعض، او زي ما قالك كتب الطب البيطري ان بيحصل دعم الاستخلاص، الاستخلاص من الفرس عن طريق الحلمات، واستخلاص من الدم عن طريق الغدد اللبنية الموجودة في درع الايه؟ في درع الحيوان. كمان من بين ديت إعجاز، سواء كانت ظرف المكان أو للتبعيض. سبحان الله. أختتم، وإن لكم في الأنعام لإيه؟ عبرة. يعني عبرة؟ موعظة. وإن لكم في الأنعام لعبرة. والأنعام هي المشترات، مش أي حيوان يبقى من الأنعام. الناس كلها فاكرة الأنعام هي كل الدول، لا، الأنعام هي المشترات، الأبقار، الأغنام والجاموس طبعا، والأغنام والإيه والمعز، الغنم والمعز الوضأن يعني. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسكيكم مما في بطونه من بين فرط ودم. أوسخ حتتين في البهيمة الفرس والدم، لبنا سائغا. يعني سائغا؟ لذيذا، حلوا، هنيئا، مريئا، لا يغص من يشربه، لا يغص من يشربه. طب سؤال، مين اللي بيدي اللبن حلاوته؟ سائغا. كلمة سائغا دي كلمة قرآنية. تعال للعلم، يعني سائغا في العلم؟ مين اللي بيدي اللبن طعمه السائغ؟ صح صح، سكر اللبن اللاكتوز. تيجي البكتيريا بتحلله الى اللاكتيك اسيد، سكر اللبن اللاكتوز هو ده اللي بيدي حلاوه اللبن في مذاق الانسان. وان لكم في الانعام العبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. مستمعي الكرام، آلية تكوين اللبن في النساء. نعم، آلية تكوين اللبن في النساء. إذا سألك سؤال، إذا سألك طالب يا دكتور أحمد سؤال في المحاضرة، مثلا بحضر الأكسجين في المختبر، حصلت معايا، كنت بحضر الأكسجين في المختبر، فطالب رفع إيده، أستاذ أستاذ لسه يعني ما كنتش اتعنت في الجامعة لسه، أستاذ أستاذ إزاي بيحضر الأكسجين في الصناعة؟ ما دام خارج موضوع الدرس ليس من حقي أجيبه. مستمعي الكرام، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء طيب المثل المبارك إن شاء الله، وأحبائنا في التويتر والفيسبوك، لا يسعني إلا أن أحييكم وأشكركم وأتمنى لكم دائما الخير.